بعد صراع طويل مع المرض، اللواء الركن المناضل عبد الرحمن شرف الزين يرحل إلى دار الفناء بعد حياة حافلة بالنضال الوطني في خدمة الوطن والثورة والجمهورية. حضور كبير في جامع الصالح بصنعاء بانتظار وصول الجنازة للصلاة عليها، في مقدمتهم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي قدم لأبناء الفقيد وأفراد أسرته التعازي في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله، مشيدا بمناقبه ومواقفه الوطنية والنضالية، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته. وقد عبر أبناء الفقيد عن امتنانهم الكبير لمشاركة الزعيم أحزانهم، شاكرين له كل أنواع الرعاية والاهتمام التي حظي بهم والدهم أثناء حياته وأثناء فترة مرضه. نحن نودع فقيد القوات المسلحة الذي كان مثالا للقائد المنضبط المثالي الكفء المخلص في عمله، ونعتبره قدوة حسنة لمن أتى من زملائه الضباط الأصاغر ليقتدوا بمثل هذا القائد الذي فقدناه اليوم، ونودعه تعازينا لجميع محبيه وزملائه وجميع أفراد أسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شبام كوكبان في محافظة المحويت، فيها نشأ وتربى وتعلم الفقيد الزين، وفيها وري جثمانه الثرى. حشد كبير من أهالي ومحبي الفقيد كانوا يشيعون ويمشون خلف جنازته، يكسو وجوههم حزن عميق لما كان الفقيد من أثر إيجابي على أهل مدينته، لكن إيمانهم بقضاء الله وقدره جعلهم يترحمون عليه ويدعون له بالمغفرة. اللواء المناضل السبتمبري الغيور فقيد الوطن اللواء عبد الرحمن الزين رحمه الله كان من أوائل من قام بثورة سبتمبر، فما علينا إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. وهذا ليس فقيد أهله، وإنما فقيد الوطن رحمه الله اللواء عبد الرحمن الزين، ونعزي أنفسنا ونعزي الشعب اليمني بهذا المصاب الجلل. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان كانت قد نعت الفقيد الزين مشيدة بمناقبه ومناصبه العسكرية، والتي كان آخرها مديرا لدائرة التأمين وقاعدة الإصلاح المركزية، ونال في حياته العسكرية العديد من الأوسمة والنياشين والشهادات التقديرية. الحمد لله والشكر لله على كل حال في وفاة الوالد المناضل اللواء عبد الرحمن الزين. كان رجل بكل ما تعنيه الكلمة، وكان قائد وأخ وصديق، وكما عرفها الناس كلهم رجل شريف لا يحب قول الزور ولا يحب الكذب ولا يحب حاجة، والحمد لله الله ما أعطى والله ما أخذ. جموع المشيعين عبروا عن حزنهم لرحيل الزين، والذي كان يمثل نقطة إيجابية وصفحة بيضاء في تاريخ النضال والكفاح من أجل الثورة والجمهورية.